إخواني أخواتي سكان درعا تافيلات، نحن نلاحظ اليوم السيدة مسهول رقية للتفات، وهي المريضة رقم صفر. والحمد لله كي كنشوفوا السيدة للتفات، وهي زوجة السيد المتوفى في إيطاليا وهي من مدينة الريش، والحمد لله هي تعافات وتشافات تعافات وتشافات، والحمد لله راه بخير. اش تقول على الناس اللي قاموا على الطبيب ديالك وبالعلاج ديالك؟ نقول لهم شكرا للجميع، شكرا للجميع، الله يسعدنا. مستشفى الجهوي ديال مولاي علي الشريف، كنشوفوا السيده امسول رقيه اللي من القصر ديال تاكندوس ومدينه الريش، او هي الحاله صفر مع الطاقم الطبي العسكري والمدني، السيد المندوب الجهوي والمندوب الاقليمي والمندوب الاقليمي ديال الرشيديه، جميع الناس اللي ساهموا في العمليه ديال شفاء هذه السيده. كنوجه رساله نقول شكرا للجميع، شكرا للجميع، الله ينصر سيدنا. الله يشافيك، الحمد لله اللي تشافيتي ورجعتي بخير. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هذه كما كنخبروا الناس والسكينه، هذه الحاله صفر. بعد قضائها اسبوعين الحمد لله، خضعت لعلاج طبي تحت اشراف الطاقم الطبي العسكري والمدني الصاهر ليلا ونهارا. نتمنى للسيدة أبو مسعود رقية الشفاء العاجل ولبقية الأسر ولبقية المرضى الشفاء إن شاء الله. وكما كنشوفوا بأن هذه الحالة أعطتنا واحد الأمل وأعطتنا واحد البشرى بأن الباقي الناس اللي راهم كيشوفوا دابا من النوافذ، الحمد لله راه إن شاء الله غادي يكونوا حتى هما بخير وعلى خير. كما كنشوفوا الطاقم الطبي كله هو بما فيه المدني والعسكري، و الحمد لله اللي خرجتي بخير وعلى خير.